من موقع هذه المناظرة فيلادلفيا ينضم إلينا رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية ومعه التفاصيل. أحييك رامي. من موقع هذه المناظرة الساخنة التي تعد أول مناظرة ما بين هاريس وبين ترامب، الأجواء لديك كيف تبدو في هذه اللحظات؟ مرحبا حساني، أنا هنا وعلى يساري تماما المركز الصحفي الذي خصصته شبكة ABC نيوز الراعية لهذه المناظرة للصحفيين، حيث سيجلس الصحفيون هنا، يعني يجلسون هنا منذ الصباح في الحقيقة، وسيجلسون هنا لمتابعة هذه المناظرة التي تنطلق بعد أقل من 4 ساعات من الآن. المناظرة كما هو معلوم ليس مسموحا بدخول القاعة للصحفيين ولا للجمهور، فقط سيقتصر الحضور على أقارب المرشحين وأعضاء الحملة فقط، فالمناظرة بدون جمهور وبدون خطابات افتتاحية. الأجواء هنا في الحقيقة يعني تبدو فيلادلفيا اليوم وكأنها تعيش يوما استثنائيا، هذه أول مناظرة تشهدها هذه المدينة الكبيرة، ربما أهم مدن ولاية بنسلفانيا منذ قرابة 30 عاما. الولاية مزدحمة بشكل كبير، الاستحكامات الأمنية ورجال الشرطة في كل زاوية وفي كل مكان، المركز الصحفي يعج بالصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الأمريكية وحتى الأجنبية موجودون ليحضروا هذه المناظرة. حتى الآن لا يزال الوقت مبكر، ولكن أعداد كبيرة تتوافد، وهناك بعض المظاهر لتأييد سواء مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب أو مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس. يعني لماذا هذا التدقيق يعني في هذه الانتخابات بالتحديد رامي؟ يعني من حيث دخول الأقارب فقط، منع دخول الجمهور العادي في هذه المناظرة، القواعد المتبعة أيضا حتى بإغلاق الميكروفون لدى من لا يتحدث عندما يتحدث أحد المرشحين، لماذا تبدو هذه القواعد صارمة وغير يعني مطروقة في الانتخابات الأمريكية السابقة؟ في الحقيقة هذه القواعد يعني كانت أو كان بعضها موجودا في بعض المناظرات السابقة، ولكن هذه المرة استخدمت سواء شبكة ABC هذه المرة أو شبكة CNN في المناظرة السابقة التي كانت ما بين بايدن وترامب، استخدمت كل أنواع القيود في هذه المناظرة، وهذا يكون عادة بطلب من حملات المرشحين، بمعنى أنه في الحملة السابقة بايدن وحملة بايدن هي التي طالبت بمسألة غلق الميكروفونات، والغريب في الأمر أن حملة هاريس هذه المرة طلبت إلغاء هذه القاعدة، إلغاء قاعدة غلق الميكروفون عندما يكون المنافس يتحدث حتى لا يكون هناك مقاطعة، وبينما ترامب أصر على أن تكون القواعد هي نفسها التي كانت تحكم مناظرة بايدن، ولذلك تكرر الأمر في هذه المناظرة المرتقبة التي سيخوضها أمام كامالا هاريس. ولكن هذا التشديد مرجعه إلى أنهم لا يريدون أن تتحول هذه المناظرة إلى فوضى وتلاسن، وأن يكون فيها وقت محدد، دقيقتين للرد على الأسئلة ودقيقة للرد على أو التعقيب على إجابات المنافس، حتى لا تتحول إلى فوضى وتلاسن ما بين المرشحين، وحتى يتسنى لكل مرشح أن يتحدث بهدوء ويعرض برنامجه ورؤيته. طيب فريق ترامب يعني أثناء وجود الرئيس الأمريكي جو بايدن وأثناء أيضا الحديث حول الهرولة إلى هذه الانتخابات وهذه المناظرات، كان ينتقد طبعا جو بايدن في عدم الذاكرة طبعا يعني الواضحة له كبر سنه، لكن هناك من يتحدث حول أن ترامب أيضا يترجل وبالتالي هو يخطئ في بعض الأحيان، كيف تبدو هذه العوامل مؤثرة بالنسبة للمرشحين في هذه المناظرة رامي؟ تعال نتحدث عن ترامب أولا. ترامب لديه نقاط قوة كبيرة جدا، هذه ستكون 7 مناظرة يحضرها ترامب، 7 مناظرة رئاسية في الانتخابات العامة يحضرها رئيس أمريكي أو مرشح، ربما هذا يعني لم يكن هناك إحصاء بذلك، ولكن أعتقد أنه أكثر مرشح حضر مناظرات رئاسية عامة، ولا أتحدث هنا عن المناظرات الصغيرة التي كانت في الانتخابات التمهيدية خاضها في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016،
فالرجل هنا لديه خبرة كبيرة جدا في المناظرات، بالإضافة إلى سماته الشخصية وثقته الكبيرة في النفس التي تجعله دائما قادرا على إحراج منافسيه والهجوم عليهم بقوة في مثل هذه المناظرات. ولكن نقطة ضعف ترامب والتي يخشى منها الكثير من مؤيديه والكثير من أعضاء وقيادات الحزب الجمهوري هي الارتجال. يخشون أنه عندما يرتجل ويذهب ويتمادى في الارتجال سيفوته أمرين مهمين. الأمر الأول أن يعرض رؤيته بوضوح أمام الشعب الأمريكي في هذه المناظرة، وهذا هو الغرض الأساسي من هذه المناظرة. كما أنه سيفوته أيضا أو قد يفوته أيضا أن يهاجم هاريس في بعض النقاط المهمة والتي من السهل أن يهاجمها عليها، وهو مثلا على سبيل المثال التضخم أو قضية الهجرة أو قضايا أخرى، وينشغل في قضايا فرعية. هنا يخافون من الارتجال. صحيح. هاريس على الناحية الأخرى لديها أيضا نقاط قوة، لأنها لديها مناظرات سابقة عندما كانت مدعية عامة وكانت تناظر في المحكمة العليا، ولكنها بالطبع خبرتها في المناظرات ليست كخبرة ترامب. ولكن في الوقت نفسه هاريس لديها نقطة ضعف، وهي أنها لا تجيد الحديث مع الصحافة ولا تجيد الإجابة على الأسئلة. خلال الفترة الماضية احتجبت كثيرا عن الصحافة وكانت دائما ما تتحدث وأمامها المونيتور أو الشاشة المكتوب عليها النص، ولذلك يخشى مؤيدوها أن تقع في أخطاء وتتوتر داخل هذه المناظرة. ولذلك نصحها القادة الديمقراطيون النصيحة أنه كوني على طبيعتك فهذا أفضل. صحيح. من كل شيء. طبعا وإن كانت الأجواء الآن تبدو هادئة والحركة المرور طبيعية في شوارع فيلادلفيا موقع المناظر وأنت فيه الآن رامي، لكن السخونة سوف تبدأ بعد قليل، لذلك سوف نكون معك بالضرورة حول ما يحدث من مستجدات أو مستحدثات. أشكرك رامي جبر، كنت معنا من موقع المناظرة التاريخية التي سوف تبدأ بعد قليل في فيلادلفيا.